أهلا وسهلا. وقفة احتجاجية، شنو هو الأسباب وقتاش باش تصير هذه الوقفة؟ صباح النور، مرحبا يا شمس فهم، مرحبا بجميع المستمعين والجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. والله الوقفة الاحتجاجية إن شاء الله نهار الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا أمام مقر ولاية تونس. والأسباب إنه معناها تعطل إسناد الرخص تو لمدة قرابة العامين، تو معناها الموضوع وصل في كامل تراب الجمهورية، لو ما نحكيوش ولاية تونس، لكن الوقفة في جهة تونس، مع العلم انه فما تحركات في عدد جهات في نفس الوقت قاعده تصير تلقائيا. وقفه احتجاجيه بما معناه انه ثم تاكسي جماعي نهار الاثنين الجاي. والله نحن كنا باش نمشيو في اضراب معناها في جهه تونس، لكن الوقت توا ما يسمحش بحكم ما نشوفوا في الوضع نتاع البلاد وكيفاش. احنا ماذا بيتنا انا لا نعطلوا لا المواطنين لا نعطلوا معناها وسائل النقل، لكن وقت اللي تضطر انه ما عادش يسمعك حتى حد معناها تو في بلادك. الاشكال الكبير انه تو قلت لك راه تعطل اكثر من عامين وفما ناس راهي قاعده معناها نزيد نمشيو الاكثر، انه فما ناس قاعده تتوفى في البريود هذايا. انا عندي زوج سواق توفاو على ولايه تونس، كان جا فما الاسناد وما صارش التعطيل من وزاره النقل كان ينجم يتحصلوا على رخصه ويقعدوا حتى الابناء، فهمت؟ اليوم معناها فما عديد التدخلات اللي عملناها اعلاميا سواء على التواصل الاجتماعي سواء وقت 5 مايو 2022 عندنا عام توا، فهمني ديما تعهدات من وزاره النقل لكن ما فما حد شيء. الناس اللي كاينه ماهيش تسمع فيك تعهدات مع حضر الاتصال. ثم نقص في الخطوط في عدد التاكسي الجماعي؟ هي ما فماش تاكسي جماعي في تونس، نحكيو على 230-240 رخصه. معناها انتم تشوفوا في الكم الكبير نتاع التاكسي الجماعي راهي تونس قرابة 230-240 رخصة، نحكيو على أربع قرابة زادة 3000، ما بين 3000 و 3500 بطاقة مهنية اللي نحكيو على المهنيين، هذوما لازمهم يخدموا على 230-240 رخصة اللي نحكي لك عليهم. اسكو أنت تنجم تخدم 3000 على 230 ولا 240 رخصة؟ معناها ريت قلت لك رانا نددنا عديد المرات أكثر من عامين. قداش مطالب الرخص اللي في الانتظار؟ قرابة 600 مطلب على ولاية تونس. 600 مطلب مازال في, في في كل الخطوط اللي موجوده تقريبا واللي نعرفوها في ولايه تونس، ولا تحبوا على خطوط جديده؟ احنا احنا فما تمت دراسه معناها على طريق اداره الولايه، تم دراسه عديد الخطوط، فما خطوط معناها تم رفضها، فما خطوط تم قبولها، لكن الاشكال اللي معطل راهو القانون، الامر عدد 2202 لسنه 2007. انت كي باش تنقح كسلطه باش تنقح امر لازمك تخلي البديل، معناها ما تخليش العجله تاقف. اليوم رانا نحكيو على 24 ولايه واقف لمده اكثر من عامين، الاسناد واقف كومبليتمون، ما فماش معناها لما تزادت حتى كهرباء نحكيو من عندنا عامين تالي، ما تزادت حتى رخصه سواء في التاكسي فردي في الجماعي ولا في الوقت. الى ما تي الشيء هذا احنا رانا الوقفه الاحتجاجيه باش تكون لفت نظر للسلطات المعنيه وللسيد رئيس الجمهوريه انه يتحرك لنا في الموضوع هذا ويتم اصدار الامر في اقرب الاجيال. راهي حاله احتقان كبيره بالرسمي كي نحكي لك، ناس راهي تعبت على الاخر، ناس تضرب في 16 ساعه 15 ساعه تخدم. كما تعرف المحروقات زادت والمصاريف زادت على اصحاب الرخص، اصحاب الرخص ولاو يطلعوا على كراهبهم، زادت كثره البطاله في صفوف السواق. وين ماشيين بالشيء هذا؟ بالنسبه الى القطاع اللي يعني تحدثنا مع زميلك في ولايه اريانا بعد اذنك، وحكينا حتى على ناس تدهن في الكرهب صفرة وتخدم على روحها، وهذاك علاش ممكن ثم اعداد اخرى من التاكسي الجماعي ما نعرفوش. قداش العدد في تونس العاصمه لو عندكم بعض الارقام حول الناس اللي تنتحل صفه التاكسي الجماعي؟ شوف في تونس الكبرى ما يتجاوزش العدد 1100 رخصه تاكسي جامعي، تونس الكبرى نحكيو على اربع ولايات، وما يقارب قرابه 15000 مهني على ال 1100 اللي نحكيو عليهم. هذا في قطاع التاكسي جامعي في ولايه تونس الكبرى. قبيك حدثت لي على 260 سياره تقريبا على ولايه تونس، نحكيو على ولايه تونس العاصمه. انا كي نحكي لك على اربع ولايات تونس الكبرى، اريانا منوبه والعروض، مع بعضهم 1100 رخصه وقرابه 15000 مهني على السيارات هذوما. يعني الشيء ما يقابلش بعضه. اي الناس الدخيله والناس اللي قاعده هذوما عندكم معلومات عليهم؟ هذوما قاعدين تخدموا عليهم؟ شوف هذاك موضوع اخر كبير، احنا تو مازلنا في مرحله انه العجله واقفه نتاع القطاع. انت اليوم باش تمشي تتكلم، انت اسكو تحب تعاون المواطن ولا تحب تزيد تعطله؟ انت اليوم كي باش تمشي تتكلم على جلوند سانك تزيد على معناها السيارات العشوائيه اللي في النوار باش تزيد تنقص انت في القطاع. اخي كنا تو تحب نحكيو اللوجيك، معناها تو هما اللي قاعدين يهزوا بريس في اغلبيه الخطوط كلونديستان.
أغلبية الخطوط بتبيع وقت المواطن ما يلقاش تاكسي جامعي متوفر باش يلقى والله كي يلقى كريطة يطلع فيه. فما ملفات فساد في القطاع نتاعكم؟ فما فما عديد التجاوزات اللي موجودة في ولايتنا لهنا تمت معناها على إسناد قرارات معناها غير مسموح للسيد هذا أنه باش يتحصل عليها. موضوع موجود معناها في القضاء اللي هو شنو المسموح وشنو مش مسموح، شنو الموضوع بالضبط؟ ميساج بطريقه برقه يعطينا المساله. شوف لمحه صغيره على الموضوع، ثم قرارات تعطى اعفاءات جبائيه. الاعفاء الجبائي هذه تاخذ كان كل 5 سنين، من حق المهني ياخذوا كل 5 سنين، ممنوع عليه باش ياخذوا اقل من نهار، يعني اقل بنهار من 5 سنين ممنوع عليه باش يحصل عليه. عندنا معناها تجاوزات صارت في تونس انه متحصل، فما شكون متحصل على 4 في 5 سنين. هذه نحكيو بالاثباتات بالوثائق، توا نفس الموضوع في القضاء مانيش باش نزيدو نفكر فيها. واضح واضح، شكرا. وعندنا ثقه في القضاء، وان شاء الله الكلمه الوحيده اللي نحب نقولها نيدي للسيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد انه يكون لفته للقطاع هذا. رانا لا طالبين ماديات، لا طالبين فلوس، بالعكس احنا مش نحركوا عجله الاقتصاد، احنا مش نشريوا كراهه. يعطيك الصحه. خلصوا باتين. الرساله وصلت. لا ما انا طالبين شيء. شكرا. اللي طالبينه انه باش يسرع في اصدار الامر عدد 2200. يعطيك الصحه كاتب عام انا قبل السيد سواق التاكسي الجماعي بولايه تونس.